بمناسبة القرعة الكبرى لاتصالات المغرب، فوزوا من الآن بسيارة فاخرة. للمشاركة يكفي تبعتوا 16 عبر SMS للرقم 4444. أسعد الله وأوخذكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن أول عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. أكد عبد القادر عمر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن الدولة ستستمر كضامن لتزويد السوق بالمحروقات وعلى جميع مستويات سلسلة التوزيع عبر التراب الوطني مع متابعة دقيقة للأسعار. وأكد عمر في حديث صحفي عشية تحرير سوق المحروقات الذي سيدخل حيز تنفيذ يوم غد الثلاثاء فاتح دجنبر أن الوزارة ستسهر على احترام تزويد السوق من خلال عمليات قياس مفاجئة للوقوف على مستوى المخزونات مع الحرص على ضمان توفر عرض منتوج ذي جودة. في موضوع آخر، أعلنت شركة سعودية أكوا باور اليوم أنها أنهت تمويل أول مشروع للإنتاج الخاص للكهرباء بالطاقة الريحية بالمغرب. وأوضحت الشركة في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منها أنها أكملت مؤخرا تمويل مشروع خلادي لتطوير وبناء واستغلال حظيرة ريحية بسعة 120 ميجاوات على جبل صندوق خلادي الواقع شمال المغرب والمتقدم في الإنتاج الخاص للكهرباء. ويعتبر المشروع أول مشروع للشركة أكوا باور في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي يمكن المنتجين الخواص الكهرباء من التزويد المباشر للزبناء المرتبطين بشبكة عالية التوتر خاصة الصناعيين. ختاما، ينتظر أن تطلق العربية لطيران المغرب خطا جديدا ومباشرا يربط بين مدينتي فاس وتولوز الفرنسية، إذ سيتم تدشين هذا الخط ابتداء من 29 مارس لتوفير رحلتين كل أسبوع، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق رحلة مباشرة تربط بين المدينتين، حسب ما أفاد بلاغ صادر عن العربية لطيران توصلت شوف تيفي بنسخة منه. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة دار البيضاء التي أغلقت جلسة الاثنين على إيقاع الارتفاع بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماديكس، والذين سجل على التوالي 0.9% أو 0.11%. وبلغ مؤشر مازي، وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم، 9093.21 نقطة، في حين بلغ الماديكس 7421.15 نقطة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.